حينما أقدم المجرمون على اقتراب من أعمال إرهابية على الساحة الأردنية، أمر غير اعتيادي وغير مألوف في بلدنا الأردن العزيز الذي كان ولا يزال واقفا للأمن والأمان لمواطنيه ومقيميه وقاصديه، مما يستوجب معه تقليل القوة بحقها والارتقاء بها إلى حدها الأعلى لكي لا تسول لهم أنفسهم أو لغيرهم الإقدام على مثل هذه الجرائم الشنيعة. إعدام شخصاً حتى الموت. أنا بشكر جلالة الملك على الحكم العادل للمجرمين، بشكر محكمة أمن الدولة على الحكم العادل تاعهم، وأنا بشكرهم كثيراً لما أخذوا الحق، وبشكر الشعب الأردني لأنه واقف معاي وسند إلي.